أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الواجب على الإنسان أن يعتقد بالله. هذه العقيدة تسمى بعقيدة أصول الدين. عندنا نحن أصول الدين وفروع الدين. أصول الدين 5: الله، يعني هو الذي يسمى بالتوحيد. الثاني العدل، يعني أن الله عادل ولا يظلم أحدا. الثالث النبوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق أنبياء عددهم 124,000 نبي، وهذول كانوا منتشرين في بقاع الأرض، حتى في أمريكا آثار الأنبياء موجودة، في الصين آثار الأنبياء موجودة، في الاتحاد السوفيتي آثار الأنبياء موجودة. يعني كان أنبياء لهداية البشر، أولهم آدم وآخرهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه 3: التوحيد، العدل، النبوة. الرابع الإمامة. الإمامة يعني أن رسول الإسلام عين بأمر الله تعالى بعده 12 إمام: الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وهكذا إلى الإمام المهدي، وهو الإمام 12. هذا يسمى بالإمامة. 5: المعاد. المعاد يعني شنو؟ المعاد يعني نحن إذا متنا نحشر مرة ثانية. لقمان قال لولده: كما أنك تنام تموت. فرد واحد يصير أنه ما ينام، يقول أنا ما أنام، ساعة ساعتين 10 ساعات 20 ساعة 30 ساعة 40 ساعة، ما ينام ما ينام ما ينام ما ينام. يصير ما يصير؟ ممكن فرد واحد، يمكن في الكون 1 2 3 مرضى لمرض في داخلهم ما ينامون، أما أنه البشر ينام. نمت إلى الصباح، ردت أنام، أتمكن أنام، أستيقظ تلقائيا وبدون اختياري، كل ما تغمض عينك بعطار نومك. لقمان قال لولده: كما تنام تموت، وكما تستيقظ تحيا. شلون الإنسان يستيقظ؟ باختيارك متستيقظ؟ أبدا مو باختيارك. فالجهاز في داخلك يشتغل بإرادتك أو لا إرادتك. هذا يسمى المعاد. إذن 5: الآن كلامنا في هذه الآية المباركة: فاعلم أنه لا إله إلا هو الله. هذا أول شيء يجب أن نعتقد به، الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وله صفات: عالم، قادر، حي، مريد، مدرك، قديم، أزلي، متكلم، صادق، لا شريك له، ليس بجسم. الله مو مثلنا، جسمها أو جسم قاعد على العرش، لا، هذني ماكو أبدا. ولا يرى الله، الله لا يرى أبدا، لا في الدنيا نشوفه ولا في الآخرة. قسم من السنة والمسيحيين واليهود يزعمون أن الله إنسان يشوفه، أبدا. الله في القرآن الحكيم قال لموسى: لن تراني، وهو موسى نبي أولو العزم. الله قال له: ما تشوفني أبدا. لن لنفي الأبد. قسم منكم ودباء أو قارين درس في المدارس، أكو فرق بين اللم واللن. لم يعني ما صار ويمكن يصير،
لم يأتي زيد، يعني يمكن يجي. أما إذا قلنا لن يأتي زيد، يعني إلى الأبد ما يأتي. فالله قال لموسى لن تراني، ونحن ما نشوف الله، لكن من أين نعرف الله؟ من آثاره، نراه من آثار الشيء. أنتوا شايفين المهندس اللي بنى هذا البنيان؟ لا ما شايفين، لكن كل واحد يقول لهذا البنيان مهندس، لا شك فيه. أنتوا شايفين صانع المكبرة؟ ما شايفين، لكن كل إنسان يقول لابد وأن يكون لصانع لهذه المكبرة صانع. أنتوا شايفين صانع التلفون؟ لا، لكن إذا جاءكم واحد قال أن هذا التلفون ما إلي صانع، تقبلون منه؟ تقولون إحنا مو شايفين. مو شرط، خذ القلم، كل قيمته ربع دينار، صانع له أم لا؟ يقين صانع له. شايفين الصانع ماله؟ لا. إذا جاءكم واحد قال لكم، لأن الشيوعيين يأتون ويقولون منو شاف الله؟ الله مو موجود، لأن ما شايفين الله. إحنا صانع هالقلم ما شايفين، فإذا صانع القلم ما احنا ما شايفيه، فصانع القلم أيضا مو موجود؟ لا موجود صانع القلم. كان فرد وقت في العراق موجة من الشيوعية، قصة موجة من الشيوعية، الشيوعيين يعملون بخفاء، لازم كلكم تتحذرون منهم. شيوعيين يعني عملاء الشرق، يعني عملاء موسكو وعملاء صين. احنا أمة وسط، لا مربوطين بالغرب ولا بالشرق، هيك عندنا دين واحد، وعندنا مبدأ، وعندنا عقيدة، وعندنا فضيلة، وعندنا تقوى، وعندنا دولة، وعندنا منهج، وعندنا صلاة، وعندنا صيام. لا غربيون ولا شرقيون، كما قال الله في القرآن الحكيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا هو. والنبي يقول خير الأمور أوسطها. وسط يعني شنو؟ يعني لا تأكل زايد، لا تأكل ناقص، لا تسوق سيارة 150، لا تسوق سيارة 10 و20، وسط، لا زايد لا ناقص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إنسان لازم يكون في حالته متوسطة. فرد وقت احنا كنا في العراق قبل 18 سنة هالشكل، موجة من الشيوعيين جاءت العراق، وأخذ الشيوعيون يشككون في عقائد الناس، الله مو موجود، يعني منو شايف الله؟ اتفق اكو في كربلاء ثانوية، سيد والاخوان شايفين ثانوية كبيرة، الطلاب المتدينين كانوا يصادمون مع المدرسين الملحدين، يعني الشيوعيين. فرد مدرس ملحد، فرد يوم عنده 40 طالب في العراق هالشكل اسلوبه، فالصف اكو 40 طالب، هنا سمعت اقل 26 ما 30 ما اشبه، لكن في العراق من هاج المعارف أنا 40 طالب في الصف، لكن أغلبا أقل، لكن هناك أغلبا 40 موجودين في الصف. ففرد معلم ملحد قام قال أيها الطلاب أجيبوني، الطلاب يجيبون، قال السبورة شوفوها؟ قالوا نعم. قال فهي موجودة. السقف تشوفوه؟ قالوا نعم. قال فهو موجود. الكراسي تشوفوهن؟ قالوا ايه. قال فاذا الكراسي موجودة. المدرسة تشوفوها؟ قالوا نعم. قال فاذا المدرسة موجودة. قال الله تشوفوه؟ قالوا لا. قال فاذا الله مو موجود. هذا دليل على ان الله غير موجود. الطلاب سكتوا، ثانوية، ثانوية كربلاء، كبار طلاب سكتوا، قسم منهم ما يدرون الجواب، قسم منهم احترموا المدرس مثلا. فرد طالب ذكي قام من مكانه، في نفس اليوم اجوا نقلوا لنا القصة، قال استاذ اجيبك انا. قال فضل. قال يا طلاب تشوفون الاستاذ واقف هنا؟ قالوا ايه. قال فاذا الاستاذ موجود. قال تشوفون ايد الاستاذ اللي يأشر على السبورة ويكتب؟ قالوا ايه. نشوف يد الأستاذ. قال فإذا يد الأستاذ موجودة. قال تشوفون مناظر الأستاذ؟ مناظر لابس. شوفون مناظر الأستاذ؟ قالوا إيه. قال فإذا مناظر الأستاذ موجودة. تشوفون خشم الأستاذ؟ قالوا إيه. فإذا خشم الأستاذ موجود.
قال تشوفون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال فإذا أستاذنا ما عنده عقل خلاص. دانك يا واحد شايف العقل؟ واحد منكم شايف عقل؟ ما شايف عقل. فإذا دليل على أنه كل شيء لا يرى لا يكون، عقل الإنسان أم لا يرى؟ واحد شايف منكم عقل؟ لا. الآن احنا قاعدين الآن هنا جاذبية تجذبنا، ولا احنا شلون قاعدين هنا؟ جاذبية بعد الأرض تجذبنا. واحد أكو في العالم يقول أنا شايف الجاذبية؟ لا، ماكو واحد شايف الجاذبية. فإذا الجاذبية مو موجودة، مو دليل الجاذبية موجودة. احنا شايفين النور، احنا شايفين الكونديشن، احنا شايفين المروحة، احنا شايفين الكهرباء، التيار الكهربائي. ما شايفين التيار الكهربائي، مع ذلك التيار الكهربائي موجود. ذات مرة احد علماء السنة كان على المنبر يقول ان الله يرى، واذا كان لا يرى فكيف شيء لا يرى موجود؟ قصة طويلة ما علينا بالقصة. بهلول فرد عالم، بهلول عالم كبير، لكن هذا الرجل حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد الناس إلى الخير تجنن، يعني ضرب نفسه بالجنون، وأنه كان يمشي بالسوق بالأسواق بالأزقة، يروح عند الرجل المعروف بالخليفة هارون الرشيد ما أشبه، يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر، حتى السلطة لا تلقي القبض عليه، لأن السلطة كانت دكتاتورية، سلطة هارون الرشيد. ففرد عالم كان على المنبر يقول الله يرى، وإذا لم يكن يرى الله فهو ليس بموجود. بهلول شال من يم فرد حصاة صغيرة وضرب بالحصاة رأس العالم، تلاميذ قاعدين. إنسان يضربه بالحصاة يتوجع رأسه، توجع رأسه، ألقوا القبض عليه ودوا يم القاضي. يا بهلول شنو هذا العمل منك؟ قال أنا ما مسوي شيء. قال شنو؟ وجعت رأسي. قال وجع تشوفه يا قاضي؟ الوجع تشوفه؟ وجع وجع، ألم ألم إنسان يشوفه؟ لا. قال إذا ألم مو موجود. أنت تقول الله الذي لا يرى ليس بموجود، فالألم الذي لا يرى أيضا ليس بموجود. الآن أكو هنا في هالجو اللي تشوفوه أكو أمواج، أمواج على أقل تقدير 50 راديو في العالم دار الإذاعة. هل أمواج نشوفها إحنا؟ لا. لكن خلي لك فرد راديو كل الأمواج يأخذها. الأمواج تؤخذ. الله موجود ولو أننا لا نراه، هذا شيء. الشيء الثاني وهو مهم، الله سميع بصير، يعني يشوفك ويشوفني، كل حركة، كل سكون، كل كذبة، كل صدق، كل صلاة، كل عادة سرية إنسان يستعملها، وعلى علمكم العادة السرية حرام أيضا وقلنا مكررا، ويورث الضعف في دماغ الإنسان كما يقرره الطب، ضعف الأعصاب وحرام شرعا. كل شيء اللي تصنعه وأصنعه الله يشوفه والله يسمعه، حتى إذا صوت ضعيف 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 الله يسمعه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني الاثنين ثلاثة يتناجون بينهم يواش بهمس يتكلمون، الله يراهم، الله يسمع صوتهم، الله يشوفهم. فإنسان دائما يلزم عليه أن يكون ويعرف أن الله مراقب لكل عمله، من صغيرة أو كبيرة، من خير أو شر. حتى أكو في الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين، يعني عينك شوية حركتها فرد فتاة جميلة تشوفها، الله يشوف. نظرت إلى أبيك بغضب الشكل، الله يشوف هذا النظر. فرد قصة فرد مرة نقلناها هنا، وأكثركم ما كنتم موجودين، ننقلها مرة ثانية. كان عندنا فرد صديق في كربلاء اسمه الشيخ أبو القاسم من الطلبة، الشيخ أبو القاسم الطبسي،
صديقنا هذا في كربلاء الآن في إيران موجود. هذا من أهالي طبس. طبس منطقة في إيران مدينة. مثل أنه أفرض الآن الكويت أحمدي جهرش والمدائن. طبس مدينة في إيران. هذا الشيخ كان ينقل إلي وبعد ذلك أيد خبره بعض الأصدقاء الآخرين أيضا أيدوا خبره. أنا ما شفت هذا في كتاب وإنما هو نقل عن مدينته. يقول أكو في مدينتنا فرد إمام زادة. إمام زادة يعني أحد أولاد الأئمة الطاهرين وأحفادهم إذا مات وكان إنسانا خيرا طيبا دفنوه وجعلوا له قبة وجعلوا له حرم وجعلوا له ضريح يزورونه. ما أدري الكبار هو شايفين كربلاء نجف مشهد الأماكن، الصغارهم إن شاء الله يروحون في المستقبل حرم وصحن وقبة وضريح للتمسك بهذا الإمام زادة أو بهذا الإمام. إن شاء الله في العطلة الصيفية إذا رحتوا إلى مشهد أو إلى الشام أو إلى العراق أو إلى مصر، في هالبلاد أكو مقابر لأئمة الطاهرين ولأولادهم عليهم الصلاة والسلام. يقول هناك هذا الشيخ أبو القاسم الطبسي ينقل، يقول أدنى إمام زادة. إمام زادة مدفون هناك. هل إمام زادة جاء إلى إيران في زمان الإمام الرضا؟ هو الإمام زادة بظنه أن المامون العباسي احترم الإمام الرضا فبظنه أن عمله صدق، بينما عمله كان كذبا دجل كان. في قصة طويلة ما علينا بالقصة، إن شاء الله ننقلها في مرة أخرى. يقول أن هذا الإمام زادة هم من جملة الذين جاءوا إلى هناك لأن سيدهم وهو الإمام الرضا صار وليا للعهد، فمقتضى القاعدة أنه أيضا محترم في إيران. خرج من مخبئه من ظلم العباسيين، كان السادة يختبون ودكتاتورية العباسيين. هذا جاء إلى هناك، وصل إلى طبس، وإذا المأمون العباسي قتل الإمام الرضا. مأمون العباسي فرد رجل دكتاتور وهائل في الدكتاتورية، أغلب أصدقائه قتلهم مثل ستالين. ستالين نفس الشيء، أغلب أصدقائه قتلهم. مثلا رئيس وزرائه حسن بن الفضل ذو الرئاستين، هذا رجل كبير جدا في الدولة وهذا أبو زوجة المأمون. مأمون تزوج بمن؟ تزوج ببوران، بوران بنت حسن بن السهل، حسن بن الفضل السهل. فتزوج المأمون ببوران، يعني تزوج ببنت رئيس وزرائه. زين، هو لازم يحترم رئيس وزرائه أو رئيس الوزراء. والشيء الثاني نسيبه، لأن مأمون صار زوجا لبوران، وبوران كانت مرأة في غاية الروعة والجمال. وحسن بن سهل هذا الرجل رئيس الوزراء أيضا كان يدير أمور البلاد، رجل فاهم ذكي عاقل. مو هالشكل قتله المأمون العباسي. قسم من الناس أكو سفلة أنفسهم سافل يقتلون كل صديق، دعنا عن العدو. قتله في الحمام هذا المسكين، فرد يوم كان رايح للحمام، في الحمام أرسل سيافين بيدهم سيوف، ذاك الأيام ما كانت بندقيات، بيدهم السيوف، هذا مصلخ وكل أحد مو وياه وإنما خادمة أو اثنين أو ثلاثة وياه ومتوزر. وإذا هؤلاء السيافين شفتوا بالحمام وقفزوا في الحمام وقطعوه قطع قطع. على شنو؟ إذا شفتوا مدرسة مأمون، شارع مأمون، نادي مأمون يعرفوا يعني شارع هذا الإنسان المجرم. مأمون رجل سفاك مجرم لا أكثر ولا أقل من هذا. بدل عباس هالشكل طبيعتهم، يقتلون الناس الأبرياء وأصدقائهم مو أعدائهم فقط. قتل هذا زين، قتل واحد آخر أخوه منه محمد الأمين أيضا قتله، وما اكتفى بقتله وإنما جاءوا برأسه، رأس أخوها أخوه، جاءوا برأسه علقوه على قصره. شايفين هذا الشيء في الحقيقة؟ حتى تعرفون إذا مدرسة مأمون أو مستشفى مأمون أو شارع مأمون، يعني إحنا نفتخر بأي مجرم حقير في أي بلد كان. ما أدري هنا أكو أو ما أكو.
علقوه على قصره وأمر أن كل واحد يطب القصر يدخل على أخوه يطب ويجي إلى مجلسه اللهم لعن الأمين يلعن. حسيت عمي قتلته وانت كلش إنسان واحد عدو فرد واحد يقتله قتله وعلق رأسه على باب قصره. هذا ملك أصلا حقيقي، هذا أمير، هذا إنسان أخو قاتله معلق رأسه على باب قصره. حتى ستالين هذا ما سوى، حتى بيغن هذا ما سوى، بيغن قتل وذبهم دير ياسين في قصة مشهورة. أما يقتل ويعلق رأسه وكل واحد يدخل يدفل عليه وأخو أخو أخو، هذا صاير في العالم؟ لكن حقير، الحقير لا يقال له لماذا، لأن نفسيته حقيرة وواطئة. هذا قتله أيضا من جملة قتل ولي عهده، يعني منو؟ يعني الإمام الرضا. هذا جاب الإمام الرضا في قصة طويلة وكذا وشنو، وبعد ذلك إمام الرضا مشى. والإمام الرضا لا تدخل في الشؤون السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا أي شيء، بس مأمون حقير، هذا هو لا أكثر ولا أقل من هذا. جعل السم في العنب، مخيط، مخيط ماكو إبرة، إبرة جعل فيه سم حتى ليظهر، وهذا السم قال لبعض خدمه أدخله في ماذا؟ في العنب. فكان يدخله في العنب ومن ذاك الصوب يخرج العنب يظهر كل شيء ما فيه. جاب يفرد عنقود من العنب أمام الإمام الرضا وهو جالس، وهذا ولي عهده، ولي العهد. جاء أخذ العنقود قال يا ابن رسول الله هذا كلش خوش عنب، لأنه في خراسان أكو عنب كلش زين. الإمام قال لعل في الجنة أحسن منه، أكو في الجنة أحسن منه. بعدين هو المأمون أخذ العنب من يد خادمه وأكل منه حبات، الحبات اللي ما مسوي في سم أكلهن. بعدين قال يا ابن رسول الله كل. الإمام قال أنا معذور، لأن الإمام يدري، قال أنا معذور ما أتمكن أكل. هدد الإمام بأن يذبح الإمام إذا ما أكل. الإمام شاف هذا أحسن، يأكل ويموت أحسن من يقطع رأسه ويخليه مثل الأمين على باب داره. إماما أكل العنب المسموم وتسمم واستشهد. ولذا الآن كل واحد اللي يروح إلى حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ويطوف يلعن هارون ويلعن مأمون، هالدكتاتورين يعني ستالين وبيغن، وستالين وبيغن أشرف منهما، لأن ستالين وبيغن ما سووا هالشكل أعمال. ستالين قتل لكن يعلق رأسه ماكو، ثم قتل أعدائه مو قتل أصدقائه. بيغن موشيديان صديقه قتله، قلدمائر صديقه قتله، عايزر وايزمان صديقه قتله، ما قتله شيء طبيعي، وإنما قتل أعدائه. هذا قصة طويلة ما علينا بالقصة، وإنما إشارة إلى موضوع الله حتى لا يخفى علينا وجود الله وسيطرته علينا. هذا صديقنا ينقل يقول عنا في طبس مقام، هذا المقام لأحد الإمام زادات شاذ حسين أظن اسمه، يقول هذا في زمان الإمام الرضا لبال مأمون يفي بوعده، فجاء إلى خراسان في طريقه إلى خراسان المدفن الإمام الرضا، وصل إلى طبس. في طبس أخبر بأن المأمون العباسي قتل الإمام الرضا وأمر جلاوزته في كل إيران بإلقاء القبر على أي سيد بلا أي مبرر، يعني يجيبوا المحكمة محاكمة كذا. عمي أنا سيد لكن لا في العير لا في النفير، لا ماكو أي سيد، خذوه واقتلوه. هذا السيد المسكين شرد من المدينة، هرب من المدينة، راح إلى خارج المدينة. في خارج المدينة شاف فرد فلاح جاي يزرع الأرض، وأكو فرد خارب هناك. قال للفلاح عمي أنا إنسان مطلوب من قبل الدولة ظلما وجاء أشرد، وين أروح أختفي؟ قال روح في هذه الخربة. قال بالله عليك لا تخبر علي السلطة، ها أنا أخاف على نفسي. قال ما أخبر عليك السلطة بالله علي. هذا الرجل السيد دخل هذه الخربة زين، اختفى يعني، وفي الصحراء جلاوزة المأمون يعقبه، يعقبوا هنا 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 هنا. أنا شفت هذا الشيء في كربلاء، ها
المباحث كانوا يفترون على ناس أبرياء في زمن عبد الكريم قاسم وعبد السلام، شفتهم في الحقيقة، وكانوا يجردون منهم في قصص طويلة. دوروا، خرجوا من المدينة، وصلوا إلى هذا الفلاح اللي يزرع الأرض بالشبل. قالوا له: يا هذا، أما رأيت سيدا يهرب؟ هذا كان قايل للسيد. السيد قال: بالله عليك لا تخبر علي. ما قال شيء، ما قال شفت بلسانه، ما قال، بس بعينه شنو سووا وشوفوا سواه شكل، يعني هناك بعينه أشر بعينه، يعني هناك بالشكل، يعني هناك. هذول هم اجوا يعلموا خائنة الأعين، هذا كلامنا هنا. هذول اجوا ألقوا القبر على سير، ذبحوه هناك ودفن هناك، وإلى الآن قبره موجود. وإذا رحتم إلى إيران وإلى طبس، قبر هذا الرجل مشهور هناك، إمام زاد. مو مهم هذا، المهم هنا هذا بعد ذلك اللي أشر بعينه هالشكل، رفع عينه هالشكل إشارة على أنه فيها الخربة، عينه بقيت هالشكل ما رجعت. قتل بريء، سيد مظلوم بلا سبب، هذا هو. مو سيد مو لازم، مو حفيد رسول الله، انسان عادي، هذا هذا مظلوم كل شيء ما عليه، تعالوا قتلوا، هذا جاهز شرعا. هذا بقي عينه هكذا، تزوج زوجته ولدت، اذا عين من عيني الولد هالشكل، الولد تزوج ولدت زوجة الولد عين هالشكل. وإلى اليوم، إلى اليوم في طبس موجودين عائلة جدهم الأعلى قبل 1300 سنة خان إنسانا بعينه، بقي هذا علامة في عائلته. لماذا بقي؟ عبرة، حتى نعرف أن الله يعلم حتى إشارة العين. هذه في الروايات تسمى بخائنة الأعين، يعني عينك لتخون، عينك ليخون أحد. لأن الإنسان أحيانا بعينه يخون، أحيانا بأذنه يخون، أحيانا بلسانه يخون، أحيانا بيده يخون، أحيانا برجله يخون، أحيانا بحالاته الجسدية والجنسية يخون. إذن كلها الله يعلمها. في القرآن الحكيم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدرك شنو تخفي؟ تخفي خير للناس، الله يعلم هذا الشيء. تخفي شر للناس، الله يعلم هذا الشيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الآن اللي احنا نتكلم في البلاد الغربية، أكو جهاز للإجرام وللمجرمين، يمكن الكويت هم جايبه ومجايب ما أدري، بس قريت أنا في الصحف قبل مدة أن السعوديين جايبين هذا الجهاز. فالجهاز يخلون على راسك وراسي عند المحاكمة، فإذا كذبنا هذا الجهاز يأشر إلى كذبك وإلى كذب الإنسان وإلى كذبي. لو كذبنا، البشر وصل إلى هذا الشيء، جهاز يخلون على راسك وقت المحاكمة: هل أنت البارحة كنت في الشرق؟ لا، الجهاز يأشر يكذب كان في الشرق. هل أنت رأيت زيدا؟ لا، الجهاز يأشر يعني رأى زيدا. وعلى هذا المعدل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذا الإنسان يجب عليه دائما يعلم أنه محاط من الله، يعني الله دائما يراقبه في كلامه، في حركته، في سكونه، حتى في ضحكه، في ضربه، في كل شيء، حسنا أو قبيحا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. عملت خيرا أمامك، عملت سوءا أمامك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه بينها وبينه بين عمله تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني يقول: يا ليت أنا كنت في الدنيا خوش إنسان، ما أتعرض للناس، ما أستغيبهم،
ما أبسطهم، ما أتكلم عليهم، ما أسرق أموالهم، ما أخون في أعراضهم. يقول أنه يا ليت كنت خوش إنسان، لكن ليت هناك خلاص. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.